ألف سلام عليك يا حبيبتي. والله أول لما صبيان يكلموني اتصلت بالإسعاف وجيت لك على طول. أموت وأعرف مين عامل فيا كده يا أختي. هو عملوا فيا كده ليه؟ ولاد الحرام كتير، وأنت أصل لسانك فالت ودايماً بيوقعك في مشاكل وخناقات. أنا لساني فالت آه، بس قلبي طيب والله. اللسان الفالت ما بينطقش غير باللي في القلب. تحب اصورك انا دلوقتي وانزل بوست واكتب عليه معلش يا اختي هنجيب لك حقك من اللي ضربوكي ترضيها على نفسك؟ بس للاسف انا ماليش في الجو الرخيص ده. ربنا يسترها معاك يا اختي. بص انا عارفه انه مش وقته، بس بما اننا هنا بقى يا ريت تقول لابراهيم يحضر مؤخر امينه، ولو على القايمه مش مشكله عفشها في شقتها. اما بقى عن الذهب فانا محرجه عليها تلمسه ولا تلبس خاتم منه حتى. سلام يا اختي. ماما الف سلام عليك يا ماما. ازيك يا هيمه؟ سبت لك رساله مع عمك تبقى تسمعها كويس. صباح الفل. صباح الخير. ممكن نتغدى سوا النهارده؟ ايه ده؟ هو انت اتشطبت من النقابه ولا قفلت المكتب؟ بلاش بواخه بقى. لا خليني يوم تاني، انا عندي شغل مستعجل، يا دوبك اغير هدومي وافطر وانزل. ما هو زي ما انا بعمل مجهود عشان العلاقه دي تنجح، على فكره انت كمان لازم تساعدني. تليفونك. ردي يا استاذه فريده، ردي ردي، شوفي العملاء بتوعك. وبعدين انت جايه بعد الوقت ده كله وتقولي لي نجح العلاقه؟ علاقه ايه اللي تنجحيها يا استاذه فريده؟ ده احنا ما بنشوفش بعض بالثلاث اربع ايام، يا دوبك بنتقابل في بيتنا صدفه. البيت بقى اوتيل. ركزي في شغلك، ركزي في شغلك. طب ما انا بحاول اتغير، واول لما بلاقي وقت فاضي بقى. ايوه كملي، اول ما بلاقي وقت. احنا اصلا مش في اولوياتك، انت كل اولوياتك شغلك بس. وانا المفروض بقى اعمل ايه؟ اسيب شغلي عشان افضلك؟ لا مش هيحصل، انا مش هسيب شغلي. انت جميله والله. اه ردي على العملاء بتوعك، العملاء بتوعك اولى بيكي. ايوه يا ابراهيم. ايه؟ طب اقفل، انا جايه لك. طب دخلك ده طلع حوار، فلوس مزوره مره واحده، في ايه يا ابني؟ دي مصيبه. وانت هتصدق الكلام الاهبل ده؟ خلاص يعني ثبتت التهمه عليه؟ ما انت لازم تدافع عنه، مش خيرك؟ يا بنتي بعيد انا منه خالي، بس ده فاروق الاصل يعني، مش محتاج انه يعمل حركه زي دي. المهم اختك عامله ايه؟ هتكون عامله ايه يعني؟ مش كويسه اكيد. بصراحة الموضوع صعب، تخيل يفضلوا يحبوا بعض السنين دي كلها وفي الآخر يوم ما خلاص هيتجوزوا الموضوع يبوظ بالطريقة دي. بتعملي إيه؟ تاخد تجرب؟ دي خفيف؟ خفيفة إيه؟ دي سجاير؟ لا دي مش سجاير. لا سجاير زيها زي الزفت السجاير. في أدم ما تكبرش الموضوع، خلاص بقول لك خفيفة. هو أنت مالك يا آية؟ مالك تصرفاتك بقت غريبة كده؟ تصرفاتي؟ خلاص تصرفاتي بقت غريبة عشان بقول لك بتاعي خفيفة؟ خلاص يا أدم ما تبقاش ضايقة كده. لا أنا خلقي واسع على فكرة، بس هو مبدأ يعني. أنا مش قصدي على خلقك، أنا قصدي على دماغك على فكرة. طب سيبيها يا آية، سيبي يا آية. إيه الهبل ده؟ أنت كمان إيه ده؟ ده عزايزي؟ عزايزي؟ عمر عزايزي يا ابني، إيه ده هو معانا في الجامعة؟ آه الواد بتاع الانستجرام التافه ده. تافه؟ آه التافه اللي مش عاجبك ده عنده أكتر من 2 مليون فولورز على الانستجرام. يا ستي ستي. طب أنت عارف دول بيدخلوا له كام؟ ما خلاص بقى يا فايزة، وهي تعمل فيكي كده ليه يعني؟ ما هي قالت لي، قالت لي ان لساني فال. انا عارفه هي من يومها سماويه وبتكرهني. وانت لسانك فلت بايه بقى؟ انا عارفه يا اختي، ما انا لساني جوه بقي. وبعدين لو كنت اتكلمت، ها؟ اتكلمت ليه؟ اتكلمت ليه؟ مش عشان خاطركم؟ مش عشان تاخدوا حقكم في ورث ابوكم؟ يعني انا لا بسخن ولا بوقع ولا سمح الله. أنا عرفت هي كمان متغاظة عشان إبراهيم طلق بنتها.
برضه ده مش دليل ان فاطمه هي اللي عملت كده. وهي هتعمل كده ازاي يا ماما؟ ده انت اختها. انا هروح اقررهم دلوقتي، ولو حد فيهم رجع باللي حصل انا هولع فيهم واحد واحد. يا ابراهيم سيبيه يا شيماء. بصي يا فايزه، انا بكره هعمل محضر ونشوف هنوصل ليه. ايه دي حبيبتي؟ ايه دي عشان تقومي بالسلامه؟ يعني محدش فيكم عايز يتكلم؟ اتكلموا بالذوق وخليها تيجي منكم، لان هفرغ الكاميرات وهعرف مين اللي عمل كده وهجيبه، وساعتها مش هرحمه. يا استاذ ابراهيم، عدم المؤاخذه يعني انا والرجاله مالناش علاقه باللي حصل، وبعدين كل واحد فينا كان مستاذن من الست فايزه عشان اللي وراه حاجه يقضيها، واللي عايز يجيب حاجه للبيت، واللي عايز يروح بدري. حلو، امال جريتوا على فاطمه كلمتوها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني هنتصل بمين يا استاذ ابراهيم؟ هي اللي بنلجا لها دايما. حسن، انا مش عايز اشوف الخلق دي هنا تاني، العيال دي تمشي النهارده. قطع العيش وحش يا ابراهيم بيه. في ورشه الاصل الله يرحمه لما كنت شغال معاه كان اكتر حاجه بيكرهها هو قطع العيش. انا بقول نستنى شويه لحد ما نفرغ الكاميرات، وبعد كده اعمل كل اللي انت عايزه. وانت حسن دلوقتي شغال في ورشه فايزه الاصلي، يبقى تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. انت بس حظك حلو انك يوميها كنت اجازه، والا كنت حصلتهم. يلا حبيبي يلا يلا يلا. يا فريده حاج سيد، كنت لسه عندها في المستشفى، شكلها يصعب على الكافر. والله يا فايزه صعبانه عليا قوي. ما تعرفيش مين ممكن يكون عمل معاها كده؟ فاطمه انت مفيش حاجه بتخفى عليكي في التوفيقيه كلها. اختك بتشتري عداوه الناس، وانا بدات الم وراها. على العموم ما تقلقيش، هعرف اجيب لها حقها. ربنا يخليكي لينا حبيبتي. ده سندنا وضهرنا طول العمر. طب بصي سريعا كده، هتعرفي تتصرفي في موضوع فاروق ولا ايه؟ لو ما ظهرش دليل يبرئه هياخد 15 يوم حبس. ربنا يستر بقى، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لنا ده والله. ربنا ما بيعملش غير الخير. هكلمك تاني. طيب باي. وانا قلت لك قبل كده قال ما تفرش هنا تاني، حصل ولا ما حصلش؟ يا ريس درويش، الفرشه دي بتاعتي من ايام ابويا الله يرحمه. بعدين هو انا عملت ايه بس الكل ده؟ بتضحك على الزبائن بتوعي وتبيع لهم بضاعه سكه زيك. حرام عليك يا ريس درويش، ده مال يتام. حرام عليك. هو في ايه؟ جدين يا ست الكل، عايز يخليني اشيل الفرشه وامشي. احنا مش خلصنا بقى من الموال ده. لا ما خلصناش. الواد ده بيسرق الزبائن بتوعي عيني عينك. زباينك غير زباينه يا درويش. وزي ما في اللي معاه وبيشتري بالغالي منك، في اللي معهوش وبيشتري باللي على قد منه. يعني ايه؟ يعني شعبان من دلوقتي في حمايتنا. حمايه فاطمه الاصلي. واللي هيمسه كأنه مساني. يلا رجالة. شوف شغلك يا شعبان. ربنا يبارك لك يا ست الكل.